وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول مرة عندي زيارتي للسعودية، والشعور شعور كبير ممتاز، شعور حج أول مرة، والاستقبال كان مليح من الأخوة السعوديين الحمد لله يا ربي، وفرحانين حنايا بحضوركم وفرحانين بهذه الزيارة، وإن شاء الله يا ربي تكون ميمونة وتكون مبروكة إن شاء الله يا ربي في المستقبل. والله العظيم بالنسبة لي هي أول زيارة للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وحقيقة الأمر الاستقبال كان رائع والتنظيم كان جيد. إلى حد الآن لم نجد أي صعوبات أو أي عرقلة أو أي أشياء يعني ما كناش ننتظروا فيها، والحمد لله كل شيء تمام، كل شيء جيد ما شاء الله. نشكر يعني حتى المنظمين وحتى الهيئات الواقفة على هذا المطار، على التسهيلات اللي قاموا لنا بها، وشكرا، شكرا للجميع. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بطبيعة الحال يعني بالنسبة للتسهيلات والاستقبال والإجراءات من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية، أمور يعجز عنها الإنسان أن يعبر، إلا أن نطلب المولى عز وجل يجزيهم عنا خير الجزاء، يحفظ المملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين، ويحفظ الحكومة اللي هي قائمة على هذا المشروع الطيب من استقبال وترحيب بالنسبة للحجاج. وطبيعة الحال يعني ندعو لدولة الإمارات، حكومتنا وقادتنا، وأن يحفظ دول الخليج بشكل عام من الحقد والحاقدين والحسد والحاسدين إن شاء الله تعالى. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا